اتفضل يا غانتر. هو يعني هو احتمال يا كابتن تكون الجيوب الانفيه، انا شخص بقى لحضرتك الحاله. انت دكتور، انا عارف انت دكتور. احتمال تكون يا جيوب واحتمال كله في صابع رجله. لا هو بيشتكي على طول يا كابتن من الجيوب الانفيه، بتعمل له دوخه وصداع فتره. حتى انا بكلمه وهو بيقول لي صعب العلاج من الجيوب الانفيه، يعني هو بيحاول يتعالج منها بس واضح ان العلاج بالنسبه للجيوب الانفيه صعب شويه. اوكي. بالنسبه لاخبارنا كابتن، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان تم التعاقد مع مدرب ايطالي عن طريق رئيس النادي الاستاذ كامل ابو علي من اجل اكتشاف المواهب. مهمته الوحيده هي حضور مباريات دوري القسم الثاني فقط، وسوف يحضر في خلال يومين الى مدينه بورسعيد. وبالطبع دي حاجه جديده على الكره المصريه، ان احنا نجيب مدرب اجنبي يشاهد دوري الدرجه الثانيه ودوري الدرجه الاولى عشان ينتقي يعني العناصر الجيده منه. بالفعل يا كابتن للموسم القادم، يعني هو هينزل الملاعب وجاي خلال يومين او اكثر لمدينه بورسعيد. والراجل خلاص بس كامل ابو علي تم تعاقد مع هذا المدرب عن طريق طبعا بعض الوسطاء. بخصوص كابتن اللاعب محمد صبحي، واللاعب طبعا اكد ان هو موجود في نادي المصري، وده من خلال لقاء كان حصري لقناه مودرن سبورت. وكان في جلسه جمعت بين الاستاذ كامل ابو علي والمحاسب مجد نجاتي رئيس النادي وحضور الكابتن مجدي عبد الغني، وكان هناك شبه اتفاق نهائي على اتمام التعاقد مع اللاعب مقابل 200,000 جنيه يدفعهم المصري، كنوع من انواع الطرديه الانبي يعني. ولكن يا كابتن بعد ايام تراجع نادي انبي ونزل على الموقع انبي ان هم هيستردوا اللاعب ثاني وان هم هيحددوا موقفه في نهايه الموسم. طبعا النادي المصري لجأ للقضاء، خصوصا وان اللاعب اصلا بيتدرب الان مع النادي المصري ورافض رجوعه مره اخرى لنادي انبي. النهارده صباحا يا كابتن كان في جلسه وديه جمعت بين اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد والاستاذ كامل ابو علي، خصوصا ان كلنا عرفنا ان الاستاذ كامل ابو علي اعلن انه سوف ينتهي مهمته بنهايه الدور الثاني للنادي المصري. كابتن محافظ اجتمع مع الاستاذ كامل ابو علي وكانت جلسه وديه حاول احتوائه، لان الاستاذ كامل على او زي ما علمي او زي ما هو كلمني عبر الهاتف ان هو طبعا خد قرار نهائي بعد ما